السرطان مشكلته يا جماعه ان هو غامض، غامض جدا، والغموض ده يمكن بيضايق ناس كتير. يعني ما بيوصلش للناس قوي او ما بيتفهمش، فبيخلي الناس شويه يعني قافله منه. او طب انت عايز ايه يعني؟ فطبعا انا بتكلم كل ده على الرجاله او بصفه عامه، الستات غير الرجاله، الستات برضو ليها مشاكل تانية نتكلم عنها. السرطان لازم يعرف هو عاوز ايه، لازم يواجه مشاكله، يبطل ما يواجهش مشاكله، لازم يعرف هو عاوز ايه. كمان ان هو ما بيواجهش مشاكله برضو بتضايق ناس كتير منه، وبتخلي ناس تبعد عنه. وده كلها مشاكل احنا لما يعني احنا عندنا احنا شخصيا، يعني شخصياتنا احنا بتخلي يا اما ناخد قرارات غلط يا اما نضيع فرص مننا. فلازم السرطان شوية يعني يبقى بيواجه اكتر من كده، عنده الشجاعة انه يواجه مواقف. نيجي برضو سريعا عشان وقتنا. الاسد، الاسد مش بس عنده الغرور، عنده كمان العصبية، وعنده حتة ان هو يحب الحاجة تجيله لحد عنه، ما يحبش يعني يسعى بحيث ان هو يقلل من كرامته او الانا بتاعته تتهز، لا يحب الحاجه تجيله لحد عنده. لا انت لازم تسعى، انت بتضيع فرص كتير جدا منك بسبب ان انت مش بتسعى. انت الملك وانت كويس وانت فيك امكانيات حلوه جدا، بس الناس هتعرف منين ان انت عندك الامكانيات دي؟ ما انت لازم تسعى، الحاجه مش هتيجي طول ما انت قاعد، لان هو تقيل شويه في الحركه، حساس شويه، فده برضو بيضيع منه فرص كتيره، بيلاقي ناس كتير بتسعى تاخد منه الفرصه اللي هو كان يعني حاطط عينه عليها، فدي طبعا مش كويسه. نيجي للعذراء، العذراء مشكلته ان هو حساس جدا، يعمل في صمت، يعني تلاقيه دايما قاعد بيشتغل وبيعمل حاجه بيرفكت يعني على اكمل وجه، بس ما بيتكلمش، ما بيقولش انا زي الاسد. الاسد لا بيتكلم، يقول انا عملت، لان الاسد شوي بيحب المظاهر. العذراء لا، تلاقيه بيعمل كل حاجه بس في هدوء ويعملها بيرفكت بس من غير ما يقول انا. طبعا الناس هتعرف منين؟ برضو لازم تظهر نفسك، لازم تقول يعني تبين شغلك، انت بتشتغل بس بين شغلك، ما تبقاش حساس قوي كده، اسعى كمان، لانه كتير جدا بييأس ما يسعيش، يقول خلاص ده نصيبي ده قدري. طبعا كل حاجه باذن ربنا، بس كمان ربنا اسعى يا عبد، ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما ينفعش حاجه هتجيلنا واحنا قاعدين مستنيين القدر يغير حياتنا، لا القدر مش هيغير حياتنا الا بسعينا.